لكان هيك قال لك مراد. نحن واقعين بكذبة كبيرة، منتبه؟ ايه بس لؤي ليش لحتى يعمل معنا هيك شيء؟ منسأله وإله هذا السؤال. ايه منسأله. بدي تتصل بالدكتور لؤي. أهلين عمار، كيفك؟ لؤي أنت بالمستشفى؟ ادخل. شو هالمفاجأة الحلوة؟ لؤي أهلين يا عمار، كيف صحتك؟ منيح وأنت؟ نحن ما لنا مناح أبدا. خير، كأنه في مشاكل. نحن بالحقيقة جينا نسألك إلك دكتور لؤي، شو هي المشكلة؟ مثل شو يعني؟ ما فهمت. خلينا نحكي عن كذبتك علي مثلا. قلت لي كذب؟ أي كذب؟ كذبة إنه مراد عشقاني. فهمت عليكي، هداك الموضوع؟ مين اللي قالك إنه كذب؟ يلي قالك بيكون افترى عليكي. اوعكن اصحكن، هذا الموضوع حقيقي وهو عشقانك. مراد قال لي اياها بوشي. لا تقولي اياها هيك، اختلف الوضع تماما. واطي هالزلمه وتافه، شي ما بيتصدق ابدا. لؤي ليش هيك عملت معنا؟ احكي لو سمحت. يا خجلتي منك يا عمار. ليك بصفتي دكتور بسأل الدكتور، بسألك من القلب، انت ممكن تكون مصدق اني خدعتك بهذا الموضوع؟ لؤي بلاها هالحركات. يا خسارة بالفعل. برأيي انت وياه ما عم بتشوفوا اللوحة من كافة الجوانب. بوضوح اللي انضحك عليه ليكو قدامكم. فهمني شو قصدك بهالكلام؟ عن جد انا متفاجئ ومصعوق. مراد استغل تسنيم لحتى يموه الهدف. وشو الغاية؟ الغاية هي الغاية انه يغطي على اهتمامه بأسيل طبعا. بينجو، برافو عليك، والله برافو عليك. عن جد اخوكي اخوكي ذكاؤه ساعد. يعني انا بدي هنيك من كل قلبي دكتور عمار، مو بس انت وقعتوا بالفخ، انا استغلني كمان. I can't believe it. بس عمار قلي كيف حليت هالشفرة هاي؟ ذكائك عن جد مذهل. حسيتي قديشه مذهل؟ مدهش عن جد، انجازك مو معقول. بيرفكت وندرفول. كثير بتضايق لما اعرف انه هو جنب اسيل على طول وبيكن لها مشاعر، ولهيك انا لازم لاقي حل لهذا الوضع. اي اكيد. طيب ماشي لؤي، نتشكرك على وقتك. ولو شرفته. شو هالحكي هاد معقول؟ ما بتتخيلي قلبي قديش محصور. حاسس حالي منديل مستعمل ومرمي بسطل زبالة. سطل زبالة موحش وغميق. ما تحط ببالك انت لوي، نحن منلاقي حل ان شاء الله. ان شاء الله رح حاول اتمالك حالي. مع السلامة. عم بضحك من كثر التوتر، لازم اتوازن.